بسم الله الرحمن الرحيم. في لعبة عجبتني اسمها جوت شوت. مثل اللعبة دي انها مش محتاجة لا ماوس ولا كيبورد، هي محتاجة بس يبقى عندك كاميرا وتبدأ تحرك ايديك، هتلاقي اللعبة بتتحرك معاك وتتعامل معاك، وبشوف أي حاجة متحركة من خلال الكاميرا واعتبرها ان ده أمر انها تتحرك معاها. تمام، في ألعاب كتيرة كده، حاجة عاملة زي الإكس بوكس، لقيت أنا شوية ألعاب وكلهم حاجات سهلة ومسلية. انا مش عارف ادخل جون لغايه دلوقتي. حاجه اسمها يعني هاند موفي، ايوه كده دخلت جون هاند موفي، يعني اول ما بحرك ايديا هو بيبدا يتعامل معاها ويبدا ياخد الاوامر منها ويبدا يشتغل. الكره معندك. الميزة في الحاجات دي ان الحاجات دي بدأت تدخل في الشغل بتاعنا، بدأت موضوع الريفت يبدأ ان انت بإيديك تحرك النموذج. تبدأ تحرك الاوتوكاد، تبدأ تحرك الحاجات ديت. تمام، دخلت جون براسك. ماشي، الالعاب دي بتبقى ميزتها انها يعني ايه مختلفة، فيها شوية طلاقة. في ألعاب كتيرة بتلاقي نفس الفكرة، بتبقى حاجة تجربة لذيذة يا عمر سليم.